بسم الله الرحمن الرحيم، آية من القرآن الحكيم، وإذا مرضت فهو يشفين. كل أمور الكون بيد الله، قسم منها فيها أسباب ظاهرة، أما القسم الثاني بيد الله. الأمور الكونية كلها بيد الله تعالى، الصحة والمرض والغنى والفقر والعزة وغير العزة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. كل شيء بيد الله تعالى. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دنيا أسباب، يعني نصف الأمور أسباب، نصف الأمور بيد الله. إني وأنت نصبح مريضين لا سمح الله، واجب نراجع الطبيب، الطبيب محاذق وفاهم ويعطينا الدواء، لكن هل هذا الدواء يشفي؟ مقطع، لأنه إذا كان قطعيا كانت كل المستشفيات وكل الأطباء الفاهمين وكل الأدوية الجيدة كانت تشفي. مقطع هذا الشيء صحيح، واجب بالمئة 150 هم تشفي أو بالمئة 170 أو بالمئة 190، لكن بالمئة 100 لا، هذا الشيء مو موجود. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل نوعا من الأشياء بيده ونوعا من الأشياء بيد الإنسان. نوعان، الزراعة، أنت تزرع وتكرب وتسقي الماء وكل شيء، أحيانا ما يطلع الزرع، أحيانا ما يطلع الزرع الحسن، أحيانا يطلع الزرع ويكون حسنا، تأتي عاصفة شديدة أو يأتي الجراد أو فرد برد شديد أو حر شديد وكله يذهب هدرا مدرا. بيد من هذا؟ بعض السنوات تنزل الأمطار الكثيرة فتجري الأودية فرد جري هائل، بعض السنوات لا تنزل الأمطار. الآن هالشكل في كل العالم، في كل العالم، حتى في الاتحاد السوفيتي اللي عندهم تقني كلش مهم، تقنية مهمة، مع ذلك بعض السنوات ما عندهم حنطة لأن ما نزلت أمطار زائدة، أو ما نزلت مثلا أنه هذا الثلج الذي في الصيف يصبح شطا وماء، ما عندهم هذا الشيء. وإذا مرضت، ولذا على الإنسان في كل حاجاته شيئان، الشيء الأول يروح على السبب، الشيء الثاني يتوكل على الله. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذهبت إلى الطبيب، من ألقن الطبيب هذا الشيء؟ لعل الطبيب ما فهم مرضك، مرضك موجود والدواء موجود والطبيب حاذق، لكن الطبيب ما فهم هذا المرض، ما شخص، ما طبق. هذول اللي يصطدمون سياراتهم، انت لبالك فرد واحد في العالم عاقل يحب اصطدام سيارته؟ مستحيل، الا مجنون عاقل ما. لكن شنو يصير؟ فرد مره ذكري يروح غير مكان من غير اختياره، فرد مره تاتيه عارضه من غير اختياره. ولا اكو فرد واحد يحب اصطدام سيارته في العالم؟ في كل العالم لا تجد حتى واحد، قلت الا مجنون، ومجنون ما يسوق سياره، شيء طبيعي. فهذا الشيء الذي ليس بيدك وليس بيدي يجب علينا الاستعانة بالله. في وينا نمسا، هذا نمسا من البلاد المتحضرة قديما، يعني قسم من البلاد تحضرت قديما مثل نمسا ومثل بريطانيا، وبريطانيا أقدم من الكل تقريبا، وبعدين فرنسا وبعدين أمريكا وما أشبه. نمسا من البلاد المتحضرة قديما، يعني نوعا ما قديما. يابان بلاد متحضرة جديدا، ما يقارب 100 سنة تحضرت يابان، أما بريطانيا 700 سنة، أمريكا 200 سنة. في نمسا في المستشفى للولادة كانت ردهتان، ردهة
أطباء الرجال يولدون النساء، ورده الطبيبات النساء يولدن النساء. يعني قسمين، قسم دكاترة الرجال يولدون وقسم دكاترة نساء يولدن. ردهتان، رده هنا ورده هناك. كل واحد يحب توليد الرجال لزوجته يجيبها هنا، كل واحد يحب توليد النساء لزوجته يوديها هناك، حسب الذوق بعد. ردهتان، ثم هناك بعضهم حرام وحلال وكذا ومثلنا، هم مو هالشكل. فهذول هاي القسم قبل 350 سنة تقريبا، قبل باستور القسم. من عجيب الأمر أنه كل مرأة يجيبوه للرجال تموت يولدها، وبعد يوم يومين 3 أيام 4 أيام تموت. كل مرأة والدة يودوها للنساء تطيب. هذا فريد شيء عجيب، لماذا هذا الشيء؟ الرجال قدرتهم، وحتى الرجال اللي الولادة أحسن، ولو هذا حرام شرعا مو جائز، لكن الرجال أقدر، لأن النساء عاطفيات، والعاطفة في الأعمال الجراحية في أعمال الولادية متفيد، وإنما يحتاج إلى نوع من الخشونة. ولذا تشوف في الغرب وفي الشرق الذين هم عندهم رجال ونساء متساوون، النساء قليلا ما يعاشرون الجراحات، الأمور الجراحية، عمليات ما يسوون. لماذا هذا الشيء؟ مع العلم طبيبات وخريجات وفاهمات ودكتورات، لكن ما يسوون عمليات، لأن العملية تحتاج إلى شنو؟ إلى نوع صعب من النفسية القوية، بخلاف الأمور مثلا مثل جراحة مثل فرد أشياء بسيطة، هذه النساء لها أحسن من جهة العاطفية. فهذول كانوا يجيبون قسم منهم، يريدون الرجال يجيبون للرجال ولادتهم، الرجال وقت اللي يولدون بعد يوم يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع تموت المرأة. يعني فرد فترة هالشكل صارت، يودون للردها النسائية متموت المرأة. طبيعي يعني موت بالأفرض 105 3 2، يعني مو شيء موت ذريع. هذا صار سبب تعجب هؤلاء، سووا اجتماعات، سووا كونفرنسات، سووا ما ادري مؤتمرات، لماذا هذا الشيء؟ كل تحليل ما كل الموضوع. اخيرا فرد طبيب، قلت هذه القصه قبل باستور، باستور اول مكتشف للميكروب من الغربيين، اول مكتشف للميكروب من المسلمين هو عباره عن الامام زين العابدين، ولا نسميه مكتشفا لان الامام علمه متصل بعلم الله تعالى. وباستور يقول ان اكتشفت الميكروب من قول علي بن الحسين، هو يقول في دعاية الصحيفة السجادية اكو فرد كلمة للامام تكشف الكلمة عن وجود ميكروب، ويقولون ان الشيء الذي سبب ان باستور الطبيب، ويقين في الكتب المدرسية شايفين تصويره وشايفين تفاصيل باستور، لان هذا الرجل اوجد في عالم الطب فرد انقلاب بكشفه الميكروب، قبله ما كان الميكروب مكتشف. شاهد هاي قصة قبل 50 سنة من باستور، باستور ما يقارب 300 سنة تقريبا. فهذا صار عجب هؤلاء. فرد دكتور رئيس المستشفى، رئيس المستشفى فرد دكتور فاهم كبير، هذا الرجل بعد الفحص والتحليل آخر ما يصير الرجل دواء شفاء ولادته، كل شيء على موازين الطب. والمرأة نفس الشيء، مقتضى القاعدة إما الرجال أكثر أو متساوي، أما هؤلاء أقل. شيء عجيب، يعني أن الرجال أقل قلة فظيعة. أفرض النساء يولدون بالمية 100 3 5 يموتون، الرجال يولدون بالمية 100 90 يموتون، 80 يموتون، فرد نسبة جدا عالية. أخيرا الدكتور قال السبب، هذا الدكتور المسيطر على المستشفى قال السبب أنه هؤلاء الدكاترة يروحون إلى تشريح جثث الأموات. أكو في المستشفيات ردهات خاصة لتشريح جثث الأموات، يروحون إلى تشريح جثث الأموات، فينتقل شيء ما من جثث الأموات إلى أجسام هؤلاء وأيديهم، وهذا هو يسبب موت المرأة في النفاس.
بينما الدكتورات ما يروحون معظم تشريح جثث الأموات فما ينتقل. نقدوه فرد نقد ذريع الأطباء. نقد شنو هذا الحاج ينتقل فرد شي من الميت إلى هذا الإنسان ثم هذا يسبب موت المرأة. نقدوه نقدا ذريعا وهاجمته الصحف الوينية يعني النمساوية وكذا 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 حتى رمي بالجنون وأدخل في مستشفى الأعصاب ومات على أثر ذلك هذا الرجل العظيم. وبعد 50 سنة جاء باستر واكتشف على أنه في جثة الميت بعد موته تحصل ميكروب تسمى بالميكروبات العنقودية. إلى اليوم اسم هذا الميكروبات العنقودية لأن مثل العنقود. سامعين القنابل العنقودية في جنوب لبنان استعملوها؟ تدرون يعني شنو القنابل العنقودية؟ القنابل العنقودية يعني فرد شيء ما يقارب 200 كيلو و 300 كيلو وزن القنبلة. هاي 300 كيلو و 200 كيلو و 250 كيلو هذا وزن القنبلة. هذا مو قنبلة واحدة، 200 قنبلة كل قنبلة كيلو تقريبا، 200 قنبلة 300 قنبلة كلها مربوطة بحبل، وهذا الحبل يشبه العنقود. يعني أنه هذه القنابل العنقودية والتي استعملته اليهود والمحرمة دوليا استعمالها هذا مثل عنقود لكن 200 كيلو 300 كيلو أحيانا 500 كيلو. فكل كيلو أو كل نصف كيلو أو كل كيلو وربع ثلاث أرباع الكيلو قنبلة لكن كلها مربوطة. يجون شي يسوون هذه القنبلة، أفرض لا سمح الله والعياذ بالله فرد منطقة فيها أهل بالسكان الكثيرين، هذا يذبوها هناك، الطائرات الضخمة تأتي وتذب هذه القنبلة في هذه المنطقة. وإذا هذه القنبلة العنقودية إذا سقطت على الأرض كل قنبلة من هذن تنفجر إلى جهة. أحيانا تشوف فرد قنبلة عنقودية تقتل لك 200 300 واحد 500 واحد حسب الكثافة السكانية. الكثافة السكانية وين شلون أكو مثلا أفرض حسب الكثافة السكانية أحيانا فرد قنبلة عنقودية تقتل لك 1000 إنسان. وهذا محرم دوليا. لماذا محرم دوليا؟ لأن هذا تستعمل في مكانات أهل بالسكان، وأهل بالسكان ما يجوز قانونا دوليا أن يقتلون لأن الجيش يقتلون، جيش يضرب جيش. نعم عند الجيش وعند الاضطرار يستعملون هذا الشيء القنبلة العنقودية، ولذا صار صياح في العالم ضد إسرائيل حول استعمال القنابل العنقودية في جنوب لبنان وما أشبه. جاء باستور واكتشف على أنه في جثة الإنسان الميت، يعني إذا أنا متت بعد يوم بعد 15 ساعة بعد 14 ساعة يولد في جثة كل ميت من هذه القنبلة العنقودية، مو قنبلة، الميكروب العنقودي. يعني عدة ميكروبات 10,000 10 ملايين ما أدري إيش كثر هذنك شبه العنقود. إلى الآن الآن إذا رحت إلى المستشفى وقعدت تحت المجهر تشوف هذا الشيء بعينك، هذه الميكروبة مثل العنقود. يعني حبل أكو وأكو أغصان وأكو على الأغصان ألوف الميكروبات الصغيرة الناشئة من جثة الميت. ما أدري يا واحد منكم يمكن أنتوا كلكم ما شايفين هذا الشيء، أنا شفت ولعل الكبار شايفين هذا الشيء. سابقا البنات الصغار كان يصير في رؤوسهم صئبان، صئبان صئبان يسمى القنبلة الصغيرة تسمى صئبان. هذه الصئبان هالشكل كانت، يعني تشوف فرد طاقة من الشعرة فرد 50 من الصئبان الصغار والتي تصبح في المستقبل كل واحدة شنو؟ قنبلة. فهذا اكتشف على أن جسم الميت فيه بعد موته بعد مدة يولد فيه الميكروب العنقودي، وهذا الميكروب العنقودي إذا دخل الجرح سبب الموت. هل أطباء مال ردحة الولادة كانوا يشرحون جثث الأموات؟ خب مو الميت مال اليوم، لعله مال البارحة، معله مال قبل 5 أيام، مال 10 أيام أكثر أقل. فكانت تولد في هذا الميت هذه الميكروبات العنقودية. هذا الدكتور يتعدى إليه
يروح يولد يدخل في رحم المرأة هذا الميكروب، أو يدخل مثلا إذا جرحوها حتى يخرج الولد في جرح المرأة بعد أسبوع بعد يومين بعد 3 أيام بعد 4 أيام تموت في أمان الله. ولذا جعل هذا الرجل، يعني هذا الرجل الذي رمي بالجنون وأدخل مستشفى الأعصاب ومات على أثر هذا الشيء، والذي اكتشف هذا الشيء بلا اكتشاف الميكروب، لأن هو اكتشفه بدون قبل اكتشاف الميكروب، جعل هذا الرجل من أعظم رجال الطب. وصار قرار أن المولدين للمرأة من نساء أو رجال لم يعاشروا ميتا أبدا، مو أبدا يعني لا قبل 50 سنة، لا، يعني قبل مدة عند الميت وإيد ملوث بالميت ويأتي ويولد لا يجوز هذا الشيء قانونا أبدا. الآن في كل العالم هذا قانون أكو موجود. هل هذا الشيء الواضح؟ احنا صار عندنا ولد في كربلاء، ولد صغير، بعد شوية صار عندك قزاز، على صلاح أنا شخصيا صار عندك قزاز سميناه علي، جسمه كان يرتعش، ودينه للمستشفى قالوا كل علاج ماكو، قالوا لأن المولدة كانت وسخة، الوساخة سرت إلى الولد وهذا الولد يموت، وحقيقة مات أول الليل ودينه للمستشفى، صبح مات في أمان الله، ذهب. قالوا الأم هم أيضا في خطر، لازم فورا تسويه تعقيم، لأنه من الممكن أن هذه المرأة مثلا راحت على ميت أو كذا أو قبلت إنسان ميت أو ما أشبه، وسرت هذه الميكروب العنقودية منه من الميت إلى هذه المرأة المولدة وسبب موت طفل وأطفال. الشفاء، الدواء، العلاج نصفه مربوط بالله، بطبيعة الحال نقول نصفه، حيث أن النصف الثاني أسباب نقصد، والأسباب أيضا مربوطة بالله، يعني أن الإنسان إذا أصبح مريض ما يروح يم الطبيب غلط، يروح يم الطبيب ويعتمد على الطبيب وحده غلط، يروح عند الطبيب ويعتمد على الله، لأنه من أين أن هذا الطبيب فرضا أنه بلا مبالاة صاير عند فرد ميكروب والميكروب تعدى إلى هذا الإنسان المريض، من أين؟ من أين ما اشتبه في الدواء؟ كان عند فرد صديق في النجف شيخ كان في مدرسة أخوند الكبرى، يعني أخوندي ما أقصد صديق يعني بالمية مية صديق، ما زندراني خوش شيخ كان، هذا تمرض أكو في النجف مدارس الأخوند، أخوند أحد علمائنا قبل 60 سنة، أحد العلماء الكبار، 3 مدارس أسس في النجف، مدرسة أخوند الكبرى، مدرسة أخوند الوسطى، مدرسة أخوند الصغرى، 3 مدارس أكو، وتسمى إحداها بمدرسة أخوند الكبرى، مدرسة ضخمة في النجف الأشرف. هذا الشيخ هناك كان، هذا تمرض، مرض وأخذ يصفر وجهه إصفرار، أطباء نجف، هذا قبل 15-16 سنة، راجع كل الأطباء، أطباء قالوا من يفهم أنت مرضك شنو؟ من يدري؟ هذا من القلب، من الرئة، من الكبد، من الكلية، من المعدة، من الـ12، من القولون، ما ندري ما ندري. عطوا فلوس علماء راح إلى بغداد. عند الأطباء وعطوا دواء كيس هالكبرى وما يفيد أبدا. أطباء حاذقين يفهمون ما يفهمون. يعني هم فاهمين ما يفهمون المرض، يعني ما يصير علاج، ما يصير فائدة. أخير شيء أطباء بغداد هم عجزوا عنه. يعني ما عطوا النتيجة. جماعة قال لي روح إلى طهران، أكو في طهران أحسن المستشفيات، مستشفى الشوراوي، بس أنا ما أدري حقيقة هو أحسن المستشفيات ولا، ذاك اليوم قال له أحسن المستشفيات مستشفى الشوراوي، يعني مستشفى الاتحاد السوفيتي، أكو عندي مستشفى في طهران، راجع هذا المستشفى وهذا لعله فيه العلاج لك. راح إلى المستشفى، هم ميزوا على أن المرض من كبده، وحتى ضربوا على كبده شيء يسمى بمبو، بالاصطلاح العربي العراقي يسمى بامبو، انا ما ادري بالاصطلاح العلمي شنو اسمه. بامبو يعني شنو بالجمارك اكو، يقين استاذ عبد العزيز وحجي ابو عزيز هذول يدرون هذا الشيء. تجار عندهم هذا الشيء وبالجمارك عندهم، انا شايف في كربلاء هوايه، هذا فريشه حديده طويله مثل القلم، لكن في داخله فارغ وعلى راسه شويه حاد. فهذا قونية يجيبون، هذا قونية شكر، قونية عدس، قونية ماش، قونية أرز، مو معلوم، صاحبه يقول ماش لعله أرز، هذا يخلوه بمبو عليه يضربوه، يطلعون قسم منه يشوفون عدس أو ماش يقولون زين، هذا يسمى بمبو،
في العراق يسموه بامبو، هنا ما ادري شنو يسموه. فهذا في مستشفى الشوروي ضربوا الى كبده بامبو وطلعوا قسم من كبده وحللوا وعرفوا المرض على صلاحه وطوا دواء ومفض. اخير شيء مستشفى الشوروي قالوا له انك شيخنا تموت، روح في منطقة حواها زينة ما زينة على كيفك عند تموت. هذا هو هذا مو معلوم 6 أشهر بعد 3 أشهر بعد 5 أشهر بعد 10 أشهر بعد. كان فرد واحد من أصدقائنا راح إلى لندن قبل مدة، هم قالوا له تموت، اجي هنا وما مات والحمد لله رب العالمين. وبارحة ويا سيد هاشم نحن كنا أبو عدلان مكان كان هناك وصحته كلش زينة. الشاهد على أنه قال له تموت عمي، قال زين روح على منطقة شوية ماها هواها زينة وبقي هناك حتى تموت. راح إلى قرى شيراز، قرية من قرى شيراز هواها لا بأس بها. راح هناك فرد رجل عادي من الأطباء القدامى عطارين أكو في سوق عطارين أكو، هذا شافه قال شيخنا شبيك أنت هالشكل وجهك أصفار وكذا. قال عمي أنا جاي من العراق وعشرات الأطباء شايفيني وعجزان وما أدري إيش بي، لا أشتهي أكل لا أشرب وعلى طول الخط أنا في نقص. وأخيرا الأطباء في مستشفى الشوروي قالوا لي أنت تموت، روح إلى قرية ما هواها زينة حتى تموت على مهل 6 أشهر 3 أشهر شهر شهرين أشهر. هذا العطار اللي يعرف شوية طب، عطارين غالبا يعرفون شوية طب قديم، قال له عمي انت كل شيء ما بي، هذول كلهم خطانين، انا اقول لك الدواء شنو؟ قال شنو الدواء؟ قال كاسني، ويسمى بالعربي هندباء، ترى الشيء اكو مثل الخس، هندباء بالعربي وبالفارسي كاسني. قال اخذ من هذا الهندباء يوميا فرد حفنه واكل، واذا ما تمكنت تاكل اخذ ماء واشربه، ماء. وفرد أسبوع استعمله تعال عندي وكل شيء أكل بس أشياء ثقيلة لتأكل، غير ما يفروج ما يخالف لك، حليب ما يخالف لك، على ماي برتقال على أشياء ما يخالف بس أشياء ثقيلة لتأكل وتعال أسبوع. هذا الشيخ يقول رحت أنا شفت ما أتمكن أكل هندبه لأن أسنوني ما بدك تشتغل أصلا لأن هالكان رايح حقيقة يموت بعد شهر على اصطلاح أطباء الشورويين. يقول ما تمكنت اكل، قلت فرد واحد اخذ لي مايه وشربت كلاس، ايه شويه صحتي تحسنت، عصر كلاس ثاني وبالليل ثالث وباشر وعقبه اخذ صحتي تتحسن تتحسن حتى في ظرفيات اسبوع تمكنت ان اكل شيئا من الارز تما. ايش رحت يم ذاك قال هو هذا دواءك اكله. يقول اخذت اكله اولا مايه اشرب بعدين اخذت اكله يوم يومين ثلاث ايام فر الشهر اكلته واذا كانه لم يكن شيئا مذكورا، رجع الى حالته الاوليه وصحه جيده وكل شيء ماكو بهندبا وانتهى كل شيء. هذا مو الله، اطباء يفهمون في النجف وفي بغداد وفي كربلاء وفي طهران ما فعلوا دواء، فرد دواء بسيط هندبة كل حفنة 20 فلس 10 فلوس شافه وعفا. وأحيانا نشوف الأدوية والأطباء والمختبرات والمستشفيات والصيادلة وكل شيء ماكو، أشعة وتحاليل وكل شيء. لذا فهذه الآية الكريمة التي تلوناها وإذا مرضت فهو يشفين، لأنه نصف الأمور أسباب ونصف الأمور التوسل بالله. حتى أنت الشاب تنجح بيد الله، من الممكن أنت مطالع وتاعب وكل شيء في وقت السؤال ما يجي في ذهنك الجواب، ما صاير احنا كلنا هالشكل نحفظ فرشي في وقت اللي نتكلم ننسى هذا الشيء، كل ما نفكر ننسى. فرد واحد من اصدقائنا ما اسميه حتى لا يصل لغيبه، فرد ليله قام في مسجدنا لعله جماعه يتذكرون وما يتذكرون ما ادري، قال هالليله في بيت يريد يجيب اسمه اقرايه اكو نسي اسمه، اسم نفسها قام في بيت محمد اقرايه نسي اسمه، اسمه نفسه نسيها
ها هو شو فرد واحد من الجوا قال حجي فلان، قال يا حجي فلان حجي فلان، وصار ضحك في المسجد. ما يصير هذا الشيء في الحقيقة؟ الطبيب العالم تسأل منه مسألة ما يجيب باله، كل ما يضغط على فكرة ما يجيب باله. وإذا مرضت فهو يشفين، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.